نعود لمواصلة هذه الحصة سبورت تي في مباشرة من فندق زيتونة بالاس من مدينة صفاقس في ضيافة النادي الرياضي الصفاقسي، والحدث طبعا هو الجلسة العامة الانتخابية وتولي السيد المنصف خماخم رئاسة النادي الرياضي الصفاقسي. صاحبي نرجع لك بالنسبة للسؤال اللي كنت باش تطرحه قبل البيبليستي. المنصف عندي معلومة، في موسم 2014-2015 وقتها سي رضا شرف الدين، سي حمدي المدب، سي لطفي عبد الناظر حطوا اليد في اليد على اساس وقتها يحبوا يعملوا لجنه هي اللي تحكم في قطاع التحكيم، وعزل اللجنه اللي يقودها عواد طرابلسي في الموسم هذاك. وقتها وقع الاتحاد ضد النادي الافريقي وتحديدا ضد شخص رئيس سليم الريحي. في الفتره هذيك جاتك مكالمه هاتفيه من احد المسؤولين في النادي الافريقي، قال لك اللي قاعد يصير راهو عيب، انت تدخلت مع سي لطفي عبد الناظر قلت له عيب باش نحازوا مع اي جمعيه، كنا توانسه نكونوا يد واحده، وانت تكون تمشي لسليم الريحي وتقنعه باش يحضر الاجتماع هذا التم، صحيح ولا لا؟ والله صحيح، هو طبيعه الحال معناتها احنا اذا باش ندخلوا في سيد رئيس النادي في الوقت هذاك شاف كونه يجم يقوم بالدور هذا، نصحته ماذا به يقوم بالدور في اطاره العام ما يكونش منقوص. اذا مش يخليه النادي الافريقي على شيء راسي معناتها الهدف نتاعنا ربما حتى ولو ما عندناش النيه ربما المسؤول النادي الافريقي يقول لك هي ضدي. pour éviter tout et ça a été fait tant mieux قاع واجتمعوا، ربما النتائج ما عطاتش في التالي ولكن النيه كانت طيبه، النتائج ما جاتش سيتو صحيح. وفما حاجه تتقال يقول لك تقاطع المصالح يجمع الملائكه بالشيطان، معروفه يعني المصالح نتاع الانديه هي وقتها خليتك بتدخل انساني منك انت باش تلم الشيء. تدخل انساني انا جاتي لاتونسيون جو كرو با كو سي ممكن نخموا فيها واحد واحد اخر كان ينجم يعمل فتنه في كارينا من كلوب افريكا، صحيح ولا كنت نجم تسير نجم مسؤول يعمل هكا واحد اخر قلت واحد اي قلت واحد اخر ماكش انت بالطبيعه أيوة. ممكن قول اوروزمون كنت انا اوروزمون بتاتر يورا دوتر مانيش انا يكون واحد اخر. نرجع للدكتور محمد جليل نائب رئيس الجمعيه، من المواضيع اللي ديما تقعد فرضها نفسها هي المواضيع الماليه، وبكري سي المنصف حكى على الوعود اللي تلقاها من كبار المسؤولين في النادي الرياضي الصفاقسي على تدعيم الميزانيه. ثم جانب مهم اللي النادي الرياضي الصفاقسي استفاد منه، ممكن نعرفش استفاد ولا مازال، اللي هو انتقال اللاعب ابراهيم اندونغ، ثم يعني نسبه في العقد نتاعو تخول للنادي الرياضي الصفاقسي باش يحصل معناها قيمه ماليه معتبره من وراء انتقاله الى فريق فرنسي اخر. الملف هذا بصدد متابعته انتم ولا مازلتوا ما طلعتوش عليه؟ والله الملف هذا تويك مازال ما فما شيء، ما مش بدينا نتابعوا فيه، وان شاء الله تو مش نبرمجوا انه نعملوا شي زياره لوريون باش نشوفوا معاهم كيفاش البروسيدور مش تصير ان شاء الله. والمبلغ في حدود قداش دكتور؟ المبلغ حسب ما نعرفه ما بين في حدود 6 مليارات تقريبا، 6 ونص. نجم نقولوا 6 مليارات نتاع دونك هي اللي شجعت هذه باش تاخذ نقص من الدفاع. احنا هذه كلمه خرجت، اما الكلمه هذه معناتها انا ما فهمتش كيفاش العباد كومون ريزون ديما يشارش ديما لي بوان نيجاتيف. مانيش احنا حننقل، لا مش انتم افكتيفمون، هذا حبيت نقول لك خرجت هي بالحق. انا سمعتها وقت احنا ديجا قدمنا الليست نتاعنا نتاع الهيئه، قدمناها وترشحنا وما عجبناش حكايه دونك. انا نهارتها سيتي ان ديمونش ظهر لي خرجت حكايه دونك الانتقال نتاعو كساندرلاند. دونك بعد اسبوع من قررنا، بعد اسبوع من اللي قررنا احنا ترشحنا وكل، معناتها ما فهميش علاش معناتها ما بعد شيرش لابتيت بيت معناتها هو معناتها باش دكتور سامحني دكتور. المعروف عند الصفاقسية توا سي منصف خماخم رئيس والدكتور محمد دجلي نائب رئيس، شكون بقيه الاعضاء اللي يمثلوا الهيئه المديره؟ خلي يعرفوهم البيبليك نتاع السياسات. دونك بقيه الاعضاء عندنا المستشار الرئيس سي حسين شعبان، كاتب عام سي عبد الحميد عميره، امين المال سي صابر الحشيشه، عندنا منسق عام سي ناصر نجاح، عندنا رئيس فرع كره الطائره سي طه معلا، رئيس فرع كره السله سي عصام الكشو، ورئيس فرع كره الطائره فتيات سي امين صحنون. بونس ان شاء الله نكونش نسيت هذه التركيبه اللي معناتها هي الموسعه مش يعني. القائمه بتاع الهيئه المديره شنو هو المقياس اللي خلاك تختار الناس هذوما؟ والله المقياس هو من هذا بجمهور النادي الصفاقسي، هو يقول معناتها نحب وجوه جديده، نحب وجوه شباب، وهذاك كان الانطلاق نتاعي. اختار نعرفهم، ثم اللي نعرفهم عن قرب، ثم اللي نعرفهم واغلبهم نعرفهم عن بعد، مانيش فرد جينيراسيون وياهم. ان شاء الله نتناغموا مع بعضنا
معناتها ثم اللي يجم يكون كي ولدي، ثم اللي خويا صغير، كل واحد كيفاش. ثم باش يكون تكامل مش صراع اجيال ولا حاجه. لا 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 النادي راهو الجمعيه تجمع ما تفرقش. لا اختلاف لا تصير اذا ما ثماش اختلافات ثم مشكل راهو لازم تصير الاختلافات مش خلافات. الاختلافات ما تتحولش الى خلافات. وجوه جديده لكن عندها الانتماء. عندما لا لا مش وجوه جديده وعندها ثم فيها. سي مصطفى موقع سوسيوس بالنسبه لكم انتم كهيئه جديده. هي فكره هايله ياسر وهذه من خاصيات السفاقس سباق في الاشياء في الافكار اللي وان كانت منقوله عنا في رقم اوروبيه. الهيكل هذا مهم ياسر. السوسيوس هي المحب المشارك في مداخيل النادي. هي تحويلات كل شهريه كل حسب امكاناته اللي من شانها تثري رصيد النادي. ان شاء الله العدد يكبر من سنه الى اخرى. قد ما يكبر العدد قد ما يصبح النادي في الصفاقسي ماهوش تحت مصير اهواء اشخاص عندهم يزم يتغشوا 14 في 5000 6000 يزم 6000 يتغشوا باش النادي في الصفاقسي تنقص له مدخول. وان كان المدخول ماهوش نتاع السوسيوس ماهوش هو اللي يجم يغطي العجز كامل، ولكن ان شاء الله في القريب معناتها في المستقبل نشوفوا الهيكل هذايا يساهم بمساهمه كبيره في مداخيل النادي. المطلوب هو اغلب المداخيل نتاعو تمشي في الانفراستركتور ما تمشيش في الجيستيون. معناتها في مثلا ناخذوا اخذينا الكار اللي انا سوسيوس معناتها غبنا معناتها اللي في الهيئه كلهم سوسيوس معناتها تدخل في المشاريع الانفراستركتور مثلا الكار نتاع النادي معناتها الكار نتاع الناس كل عندها كار من الصفاقس يساهموا فيها 6000 انسان. ولو انه كيرين الفريق مازامبي جاي على طياره خاصه معناها في مقابلته الاخرانيه الحقيقه قلنا معناها موضوع الحافلات بالنسبه للنوادي نتاعنا يعني موضه اما شوف هي فرق افريقيه عنده طياره خاصه سي مصطفى. هو الشخص امير مقاطعه يملك ما يملك معناها وعنده مناجم تاع مناجم الذهب والالماس نورمالمون اكثر من هكاك كان حقوجيم على مكوك. سمح لي سي مصطفى دون التشكيك في الدور الريادي والكبير تلع فيه سوسيوس في حياه النادي الصفاقسي قاعده تفيد في الجمعيه فما كلام وفما اطراف يقول لك سوسيوس هي الهيئه الموازيه في النادي الصفاقسي. والدليل نعرف سامحني بعض الرؤساء اللي مروا على الكرسي في النادي الصفاقسي كانوا ينزعجوا احيانا من سوسيوس وتحديدا خنقولوها بصراحه من سي سلاح الزحاف وكل مشكله تصير حتى سي سلاح الزحاف يبدا في المانيا يقول لك هو عملها البارح في صفاقس. ولايك يقولوا هكا هو تنقيص من معناتها لي سوسيوس راهم فيهم المهندس فيهم المثقف فيهم الاستاذ إطارات فيهم معناتها اطارات معناتها باش تقول لي انت ايسون مانيبيلابل مش انا نقول مانيش انا مش عليك انت معناتها اللي قلت لك اللي يقول الكلام هذايا سيكو تنقيص من ذكاء ومن امكانات لسوسيوس. معناها السوسيوس تخدم في انسجام تام مع هيئه المدير النادي الصفاقسي تخدم انسجام تام ولكن انتش متاقع شوف باش تاقع المهم تقعد اختلافات مش خلافات وتصير اذا ما تمش لو ثم مشكل مي ساريف هيك كوم سا كون وقتاش احنا نطوروا وقت ما حاجه ونلقاو لها الحل باش تبقاش تعاود. نحب نرجع للدكتور محمد جليل نائب رئيس الجمعيه. كنت تستعرض في تشكيله الهيئه المديره النادي الرياضي الصفاقسي تاريخيا عنده عراقه في برشا رياضات وتكفي الاشاره لحبيبه الغريبي اللي هي بنت النادي الرياضي الصفاقسي في رياضه العاب القوى. كره السله في وقت ما كانت من الرياضات الناجحه في النادي الصفاقسي ما نحكيش كذلك على الكره الطايره. كره اليد اللي اندثرت في النادي الصفاقسي رغم اللي الجهه لهنا فيها جمعيات تلعب في القسم الوطني قرمده سقيت الزيت الشيحيه وغيرها. النادي الرياضي الصفاقسي يبدو انه حذو بقيه الفرق يتعامل مع فرع كره القدم على اساس انه هو اللوكوموتيف هو القاطره اللي تقود يعني. وممكن نزيد نخصص اكثر ونقول لك فريق الاكابر وكفى يعني رئيس الجمعيه والهيئه تبدا جهودها الكل منصبه على فريق الاكابر كل الامكانيات معناها متوفره للفريق هذا لانه هو اللي باش يعطي الصوره نتاع الفريق وبقيه الفروع لها الله. والله هو بالضبط هو البروجي احنا اللي دخلنا به السنه هو عكس الكلام اللي كنت تقول فيه انت بالضبط. معناتها البروجي هو بالضبط وانا نسيت بيان على انه جميع الفروع مش تعود تبنى من الاول جديد من الصغيرات من المينيم والكادي وكل الفروع الكل معناتها كيما حكى لك سي مصطفى ساعه حكى لك على كره القدم نفس المشروع هذاك. سامحني دكتور عمليه البناء يا لندرا فيها برنامج نتاع استقلاليه الفروع كيما معمول به في بعض فرق يجي رئيس الفرع يقول له انت تستقل بذاتك انت والمجموعه اللي معاك وعندك امكانياتك الماليه وتتصرف وحدك والا باش يكون تحت اشراف رئيس الجمعيه.
معناها التمويل أكيد. يكون من عند النادي مباشرة. عند النادي مباشرة، مش عند النادي، هذا ان بروجي من عند النادي، والنادي هو اللي مش يقرر، رئيس الجمعية هو السوبرفيز وكل. دونك كيما حكى لك سي موسى، احنا الساعة كنا في اجتماع، معناتها نفس اللي حكاو لك على الفوتبول هو بيدو، معناتها حضرنا له قال بقية الفرق كرة الطائرة ديجا حضرنا له ديجا. التكوين هو أساس مشروعنا في جميع الرياضات. نادي رياضة صفاقسي مدرسة كروية، مدرسة رياضية. رياضية بالضبط. معناتها يلزمنا نعملوا، واحنا أول قرارات وأول عمل عملناه في فرع الشبان. أول يوم بدينا العمل، صبحنا الصباح في في الفرع الشبان. اسمه في كرة الطائرة ديجا جبنا ديجا مدير فني، معناتها مشت لها بالأكابر. اليوم وصل اليوم. صحنا له اليوم وباش يبدا يخدم على روحه لتكوين فريق قاعدي ويرجع لنادي الصفاقسي، لأنه في كرة الطائرة بمجهود ممرنين الله يرحمهم سي حاج طيب وسي وبركية، نادي الصفاقسي قعد سنين يحصد في الألقاب على المستوى الوطني، على المستوى الإفريقي والعربي، وعلى المستوى حتى العربي والقاري، بفضل الجيني ناسيون هذيك اللي شدتنا. وتعرف في الفولي اللاعب يقعد سنين أكثر، معناتها كارير متاعه أطول، وحصدنا العديد من الألقاب بفضل العمل لك اللي قاموا به، ربي يرحمهم وعطاو مجموعة. قل لي سي المنصف، شنو مكانة الملاعبية القدم في نظرتكم أنتم؟ على خطر وقت يبدا رئيس جمعيه ما لعبش كوره، والمساعدين نتاعو ممكن يعني ما عندهمش علاقه بالميدان، ما مارسوش كره القدم، تبدا عندهم نوع من الحساسيه للنجوم نتاع الفريق، معناها ثم شكون حتى يسعى الى اقصائهم، لانه وقت اللي يظهر ملاعب قديم بحضر رئيس جمعيه باش يفك منه الاضواء. انتوما كهيئه وانت طبعا كرئيس عندك ما شاء الله من الخبره، كيفاش تتعاطى مع الموضوع هذا؟ بالنسبه لي لاعبي القدامى نتاعنا ضد الصفاقسي ديما على روسنا ونحبوهم وساهموا باش فرحونا واحنا صغار، والعين ما تعلش على الحاجه بطبيعه الحال. أيوه. يا ديما في العين كيش يقولوها ايسون لا، ابواب مفتوحه. وتعرف انت ضد الصفاقسي عندنا الوداديه الناشطه وتقوم بالعديد من الاعمال الخيريه، مختار ذويب فهمني، وتعتبر من الوداديات الناشطه جدا، واللي تقوم خاصه بالامور، تعرف العديد من اللاعبين وخاصه القدامى ما كانش احتراف، وكان كلمه حق بالنسبه لسي مختار والوداديه نتاع قدماء نادي الصفاقسي عبر الجهات، ماهيش مقتصره على صفاقس فقط. بالضبط. انا نحيو عليه وان شاء الله لبست الوفاء حتى للاعبين من فرق اخرى. بالضبط. حمادي العقربي، حمادي العقربي مش نتاع نادي الصفاقسي فقط، حمادي العقربي نتاع التوانسه الكل، وبالتاكيد الاسم هذا احنا حبيناه الليله يكون موجود بحضنا، ولكن اعطانا درس في النوم بكري. حمادي رياضي ويرقد بكري للاسف ما نجمش يحضر معنا، ولكن احنا حضرنا له هديه بامضاء زميلنا جمال برناس. نشوفوا هذه الصور عن حمادي العقرب. بطبيعه الحال في انتظار انه العنصر الخاص بحمادي العقرب يكون جاهز نرجع لك صاحبي. سؤال انا في انتظار يحضر الفيتير. الملاحظه الهامه، هيئه النادي الصفاقسي جديده مجملها من الشبان تتكون، نجمش نراو سي منصف خماق ويستجب خدمات بعض اصحاب الخبره مثلا ناصر البدوي، نجمو نشوفوه في الهيئه المديره نتاعك؟ لا ماهوش مطروح اسم ناصر البدوي باش يكون في التعب. ناصر خدم سنين وعطاه ياسر، اليوم معناتها كثرنا عليه، معناتها لازم يرتاح. كثرتوا عليه ولا خاطر الكورونا باسبا معاك انت؟ لا عليه كورونا، احنا الكتريسيتي فماش كورونا. هو عبر معناتها خدم ياسر نادي الصفاقسي. صاحبي وسي منصف سامحوني، نمشيو لساحر الاجيال الى حمادي العقربي. اتجاه بياري خارق للعاده، هدف كبير هزها بيه، يستعد القلب يغلب الهدف. هدف يسجله غمير تميم العديد يا عقيل.